المعرفة الصحيحة في المسائل الكلية، الآن في العلاقات العائلية واحد يكون ناجح أو فاشل، هذا يمثل فرع من فروع الحياة، يضع أمواله في حقل واحد أو في حقول متعددة هذا يمثل جزئيا من جزئيات الحياه والمعرفه، ولكن المعرفه الكليه، المعرفه بالمسائل الاساسيه، هذه المعرفه من اين نحصل على هذه المعرفه؟ مصدر هذه المعرفة النبي الأعظم صلى الله عليه واله وأهل بيته الذين لم يجعلوا أحاديث أهل البيت والنبي الأعظم صلى الله عليه واله مصدر المعرفة تخبطوا تخبطوا الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه في فرائده، له عبارة، لاحظوا هذه العبارة، يقول فيها: وأوجب من ذلك ترك الخوض في المطالب العقلية النظرية، لادراك ما يتعلق باصول الدين فانه تعريض للهلاك الدائم والعذاب الخالد والعياذ بالله هذا مو خطر يهدد الذين يعيشون في بلاد الشرق والغرب، لا هذا الخطر يهددنا احنا ان نحاول ان نكتسب المعرفة الكلية من أفراد مغلين في القصور والنقص إذا لم نقل إنهم مغلون في الجهل والإنحراف الإنسان يروح يأخذ المعرفة الإلهية ويصل إلى هذه النتيجة يترك أهل البيت صلوات الله عليهم وينتهي إلى هذه النتيجة يقول عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه أي مو ضلالة حقيقة عد واحد يروح يأخذ معرفته من هذا